حالك عالق بالفضاء ومش قادر ترجع على الأرض، وفوق هذا الإشي الوحيد اللي ممكن يرجعك على الأرض عم بيطلع أصوات غريبة. هذا بالضبط اللي صار مع بيري ويلمور وسنيتا ويليامز رواد الفضاء، يلي طلعوا في بداية شهر 6 برحلة بمركبة بوينغ ستارلاينر، وكان المفروض تكون مدتها 9 أيام ويرجعوا. بس اللي صار إنه هاي المركبة يلي من الأساس كان في عليها شوية قصص عملتها فيهم وخربت، والسبب كان مشاكل بالدفع وبتسريب غاز الهيليوم. فقرروا إنهم يضلوا في محطة الفضاء الدولية لحد منهم يصلحوا المركبة ويقدروا يرجعوا فيها على الأرض. طولت القصة كتير والجماعة قاعدين فوق، وطبعاً هم مش قاعدين بأوتيل، بالآخر هم قاعدين في محطة الفضاء الدولية يلي مزودة بالأشياء الأساسية يلي بتخليهم عايشين، يعني مش حياة رفاهية بالمرة. وبعدها بفترة قليلة بلغوا إنهم عم بسمعوا هذا الصوت طالع من المركبة. طبعاً أنا لو أسمع هذا الصوت طالع من هيك مركبة لقوا فوق هذا وأنا بالفضاء ما بعرف إيش بصير فيه صراحة. المهم بعد قصص وحكي كتير ما بين ناسا وشركة بوينغ، ولأنه ناسا مش واثقة فيهم بالمرة قرروا إنهم يرجعوا المركبة لحالها بدون رواد الفضاء، وفعلاً هذا اللي صار طبعاً خوفاً على حياتهم. بس وين الحلو؟ إنهم رح يبعثوا لرواد الفضاء مركبة اسمها دراجون من شركة سبيس إكس. هاي المركبة المفروض إنها تطلع لهم ب 24/9 يعني نهاية هذا الشهر. بس الشغلة مش طاقة مفتاح سيارة ويلا نحسب مسافة روحة رجعة، لأنهم ما رح يرجعوا قبل شهر 2 2025 بالضبط زي ما سمعتوا 2025. عادي تخيل حالك أنت مهيئ نفسيتك وضابب أغراضك لسفرة مدتها 9 أيام وتمد معاك لكم من شهر، إيش بتساوي؟ أنا مني وعلي ما بدي أتخيل بالمرة.